بزيادة وصلت إلى 20% من حجم إنتاج الحوامض بجهة سوس لهذا الموسم، وفقاً لتصريحات المهنيين، إلا أن الوضعية الراهنة لقطاع التصدير تعيش حالة من الإضطراب الحاد، نظراً للعديد من التحديات التي تواجه هذا الأخير. ويأتي على رأسها مشكل حاويات الشحن وأزمة النقل البحري الدولي واللوجستيك إضافة إلى شح المياه والارتفاع المهول لأسعار المدخلات الفلاحية وفاتورة الكهرباء بالنسبة للحالة الراهنة ديال هذه السنة ديال إنتاج الحواميد الحمد لله كان واحد الإنتاج معقول يعني شكلا ومضمونا بالناحيه ديال الطوناج كاينه واحد الزياده تقريبا على العموم جميع الاصناف وكذا ديال 21% تقريبا بالنسبه للتلفيف كاينه صعوبه هذه السنه كبيره كاينه صعوبه كبيره من ناحيه ديال اللوجيستيك لان كيعرف واحد واحد في العالم وبالمغرب على الخصوص لان لي كونتينر تقريبا دوبلو لهم الاثمان جورج ثلاثه يعني غلا بزاف والكونفونسيونيل يعني لي حتى هما كان طالع عليهم الطلب من العالميه وكاين صعوبه باش تلقى لي باطو في الوقت اللي بغيت بالنسبه للومبالاج كذلك كان واحد النقص كبير في في لومبالاج لان حتى هو مرتبط باللوجيستيك يعني مرتبط بالنقل البحري لهذا كان واحد واحد الاضطراب قبيح شويه اللي خلى العمليه تكون صعيبه وبالتالي اثر على الطوناج اللي كان وكان في السوق الداخلي كثير. وبالتالي آه الثمن ديال 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 الحوامض بصفه عامه السنه في السوق الداخلي كان ضعيف جدا. ما غاديش نقوله ضعيف وانما ضعيف جدا بحيث في بعض الاوقات للذكر ولا حتى المنتوج اللي كيتجلى من الشجره للسوق مباشره كيتراوح ما بين في الاول بدا بواحد درهم ونص في الاسبوع الاول يعني في, في اواخر سبتمبر. وفي اكتوبر كهبط الدرهاب عاوتاني غادي توصل لواحد 20 فرانك 30 سنتيم الكيلو من 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 الديبار من المحطه ديال ليزيكار ولا واحد 70 فرانك 50 فرانك من الديبار من الفورم وكاينه اشكاليه اخرى اللي كبيره بزاف هي ملي كتشوف الفلاح عنده هاد الاثمنه الجد ضعيفه وكنعرفوا بان المنتوج اليوم مع ارتفاع الاسعار في كلها يعني جميع المدخلات ارتفعت الطاقه المواد الاوليه لي شي كل شيء كل شيء ارتفع والتكلفه ديال الماء ارتفعت حتى هي الفرشه ناقصه والبراجات خواه وداك يعني بنادم كيدير واحد المجهود كبير باش يجبد البركه ديال الماء باش يسقي المنتوج ديالو كل شيء ارتفع وكتلقى الانتاج عند عند المستهلك مرتفع بزاف يعني كاين واحد الخلل كبير في المنظومه التسويقيه ديالنا اللي ما بين المنتج ما كيشد شيء والمستهلك كيخلص بواحد التكلفه جد مرتفعه بحيث انه مثلا كتلقى المنتوج كتبيعو انت ب 50 فرانك في احسن الظروف كتبيعو بدرهم في السوق ملي كتحيد النقل وتحيد كذا كيبقى ب 50 فرانك الفلاح كتمشي للمدن القريبه بحال اكادير ولا هنا كتلقى بثلاث دراهم اربعه بعض المرات وهنايا هادشي كيبقى بعض المرات غير غير مفهوم ملي كتمشي للمدن الكبرى بحال الدار البيضاء والرباط بعض المرات كتلقى لك لي مونتين ب 4 5 6 دراهم وهي في الديبار عند الفلاح خارجه بدرهم ولا درهم ونص بمعنى انه كاين هذا الاشكال هذا اللي كبير